مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب وأجمل وأرق التحية لمشاهدي قناة صلاح الدين الفضائية أينما كنتم، وهذا لقاؤنا يتجدد بكم دائما على الخير والبركة، وهذه حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. فحياكم الله مشاهدينا ومتابعين الكرام أينما تكونوا في ربوع وطننا الحبيب. أحبتي المشاهدين، ضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله محمد الطياوي، عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة تكريت. فحياك الله يا دكتور عبد الله، ضيفا مرحبا بك في قناة صلاح الدين، وهذا لقاؤك الأول وجها لوجه في برنامجنا وعلى قناتنا بوجه التحديد، فحياك الله. مرحبا بكم، شرفتونا، شكرا جزيلا لجنابك الكريم الأستاذ محمد، مرحبا. واكيد انا من وسط رياضي، والوسط الرياضي مليء بالشخصيات المحترمه الجليله. نتمنى ان رب العالمين يوفقنا في هذه المهمه ان شاء الله. يعني احنا همنا نتقدم لك باسماء التهاني والتبريكات بمناسبه تسنمك منصب عميد الكليه، ونتمنى لك الموفقيه والنجاح والازدهار خدمه للطالب وللتدريس ولواقع الكليه ولواقع الجامعه بشكل عام خلال الفتره المقبله. لكن مواطن يريد يعرف من هو الدكتور عبد الله محمد الطياوي عن قرب، الهوية التعريفية لجنابكم، السيرة العلمية، السيرة الإدارية، قبل ما ندخل في أعماق الحوار. تفضل يا دكتور. بارك الله بكم. طبعا أستاذ مساعد الدكتور عبد الله محمد الطياوي الجبوري، خريج إعدادية ثانوية العلم، علمي، اختصاص العلمي طبعا، فرع العلمي. جيد. قبلت في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة صلاح الدين باربيل 89 91 92 91 باربيل. نقلت على الى جامعة الموصل المرحلة الثالثة الرابعة، كملت البكالوريوس في جامعة الموصل. كنت امثل نادي صلاح الدين، مثلت نادي صلاح الدين طبعا، نادي العلم، نادي الحويجه، نادي الفتوه الموصلي، منتخب جامعه صلاح الدين، منتخب جامعه الموصل. جيد. فضلا عن الكليات ومجموعه انشطه رياضيه طبعا بجامعه صلاح الدين. كنت امثل اكثر من لعبه. جيد. يعني العب طائره والقدم والاركاض القصيره ال100 وال200 والثلاثيه العريض، يعني متعدد الممارسات الرياضية مختلفة. طيب. كملت الماجستير في جامعة تكريت. نعم. الدكتوراه كملتها في جامعة الموصل. طبعا نعرف ايضا المناصب الإدارية اللي سلمتها تدريجيا وصولا الى عميد الكلية. عملت معاون عميد إداري للشؤون الإدارية في كلية التربية والعلوم الرياضة جامعة تكريت، ومدير بعدها 3 سنين ونص بعدها مدير قسم الانشاءات الطلابية في جامعة تكريت ايضا. طيب. عملت مدرب المنتخب الجامعة سنوات طويلة، حققنا في 2010 او 2011 بطولة الجامعة العراقية، انا كنت مدرب منتخب الجامعة. نعم. يعني عندي مجموعة من البحوث في طور كتاب، وعندي أكثر من كتاب، عندي أكثر من عشرات البحوث، المشاركة بالمؤتمرات، الندوات، الأنشطة الرياضية والعلمية. شاركنا يعني العديد، مثلا في مصر أخذنا 3 جامعات العربية، شباب الجامعات العربية، نشاطات رياضية عديدة. يعني شو الإنجازات دكتور اللي تفتخر بتحقيقها خلال هذه السيرة العلمية والرياضية والإدارية؟ دائما تقول أنا تركت بصمة في هذا المجال. الإنجاز الأكثر أهمية، وأنت مدرب يمكن عملت في فترة من الفترات، مدرب في منتخب جامعة ونادي العلم. أنا مثلا يعني الإنجازات الرياضية عادة يعني ما أعتبر هو الفوز في بطولة هو مو منجز، بقدر ما أعتبر هو وجودنا مع مجموعة خيرة، وصولك لقلوب الناس، تعاملك مع الناس، قبول الناس إليك، هو هذا النجاح الحقيقي، يعني هذا المنجز. أما هي عادة الرياضة هي ما دائما نقول هي ما بيها خاسر، الكل فائز، لأنه إحنا أكيد هم مثلا نشترك بالدوري 40 فريق واحد راح يحقق الكأس، بس يقول الرياضه ما توكل خبز هسه في وقتنا الحالي يا دكتور، اكو هيك دقه بالكلام، لا ما لها اهتمام، ما لها اولويه. اذا نجي على باب الرزق، فهي بزمننا ما كانت توكل الخبز صح. احنا نصرف على الرياضه من جوبنا، لانه نفهم بان الرياضه هي مو يعني امور ماليه، يعني يدر لك مال، بقدر ما احنا نفكر جايين على محبه، احنا محبه وعلاقات عامه، علاقاتك مع الناس تصير دائما نقول. نعم.
يعني مرات ننسأل انه ليش تمارسون كرة القدم بيها تماس مباشر مع المنافس، تنضرب ممكن تأذى ممكن طبعا اكيد عندنا جروح عندنا اصابات عندنا هذه موجودة في اغلب الرياضات يعني. لكن نقول هي اللعبة الشعبية الاولى بالعالم، ودائما نقول هي الاقصر الطرق الى قلوب الناس، يعني هي اقرب يعني الالعاب لجنابك، وما هي اقرب الرياضات لدكتور عبد الله؟ كرة القدم حصرا؟ لا لا، كرة قدم انا العب قدم طائرة، يعني هذه الالعاب اللي انا يعني استمتع بها، يعني بها منافسة، بها جانب فني، ممكن تستخدم قدراتك العقلية بأدائها جيد. اي ففضلا عن اهلها شعبية عالية يعني ممارستها بسيطة، ما منهكه بالنسبه لنا. انت تتذكر من الشخصيات الرياضيه اللي كانت معك طيله حياتك الرياضيه يا دكتور؟ طبعا الرواد المخضرمين، الشخص الاول اللي اخذني على صلاح الدين، نادي صلاح الدين، هو استاذ سعد جبر. تحياتي سعد جبر خليفه، يعني صاحب الفضل الاول. ثم استاذ سامان اللي هو سامان صلاح الدين شقيقي. نعم شاف اخوي بالمراقبه فقال له احنا كنا صاعدين تاهيلي، فقال له اذا اكو لاعبين اسمع يمكن عندكم اخوك عبد الله الطاوي يلعب زين بالفرق الشعبيه. طبعا الفرق الشعبيه جيت لعبت فيها طبعا اكيد يكون تنبثق من الفرق الشعبيه. نعم ولا شك استاذ محمد الوطني له تحياتنا إلى إيضا، تحية خاصة أستاذ محمد الوطني. الوطني نعم، لأنه احتضننا بشكل عالي جدا. طبعا أنا محمد جاسم الأمين ومجموعة ويانا صالح شهاب وإسماعيل عياش، مجموعة من احتضننا بشكل خاص بنادي صلاح الدين جيد بموسم 90-91 يعني كنا مع نادي صلاح الدين، يعني مثلنا رمز وأخ وأستاذ، يعني تشعر بقربه عليك، يعني ما تشعر انه هو مسؤول. تتوقعون حققتوا شيء يا دكتور عبد الله انت وهذه النخبه اللي ذكرتها؟ يعني قدمتوا شيء؟ تتوقعون انه خدمتوا الواقع الرياضي بما يكفي على اقل تقدير في محافظه صلاح الدين؟ وما هو الطموح لو توفرت فرص افضل في ذلك الوقت وفي وقتنا الحالي يا دكتور عبد الله؟ طبعا كثيرا ما أسأل بهذه الطريقة. اذكر إنجازاتك، فدائما أقول هي الإنجازات يفترض على أرض الواقع مالنا، هي إنجازات بالنسبة لي وفق ما أفكر بها وأطمح إله، أعتبرها هذه الإنجازات اللي حققناها هي قليلة، لأنه عندنا طاقات عندنا إمكانيات عالية يفترض نستثمرها ونحقق نتائج أعلى من هذه بكثير يفترض. إذا كنا نبحث عن النتائج ليش ما استثمرت يا دكتور؟ يعني ليش يفترض؟ مال الجانب الرياضي عندنا بالمحافظة نعم، يعني هو السبب الاساس يعني يعني مثلا احنا صعدنا نادي صلاح الدين، صعدنا الدوري درجه اولى، ما كانت تكون ممتاز نعم 91 نعم صح. لعبنا تاهيلي صلاح الدين والديوانيه والكوت نعم، واعتقد الموصل. فبعدين ما احنا ما حققنا النتيجه جيده بوقتها، فزنا مباراه خسرنا مباراتين، صدر قرار صعدنا الدوري الدرجه الاولى. ارتأت الأهالي الإدارية أنه نادي صلاح الدين يتمرن ببغداد، زين احنا وضعنا المادي نعم يعني أنا كنت طالب في الكلية واضح، يعني أنا لازم أضحي بدراستي يعني. ما يسمح لنا، فهذا واحدة من الأسباب اللي يعني أنا اضطريت أنه أنا مثلا أروح ألعب بنادي الفتوة درجة ثانية، يعني أنا لأنه أعيش ببغداد صعب علي، وأنا دراستي مصروف مصروف وأنا طالب بجامعة الموصل نعم. يعني صعب أني أقدر أستمر ببغداد صح، فأنا اضطريت أخذ استغناء من نادي صلاح الدين لعب درجة أولى، رحت لعبت مع نادي الفتوة درجة ثانية، وبكتها حققنا مركز أول على المنطقة الشمالية أيضا. دكتور يعني لو متوفرة الأمور اليوم اللي متوفرة حاليا في وقتنا في ذاك الوقت كان سيكون للكثير من رياضي صلاح الدين وخصوصا في كرة القدم شيء كبير. احنا نفتقر يعني تكرم التجهيزات يعني صح البسيطه احذيتنا نروح نستجديها احيانا يعني في الغالب يعني بس مع ذلك تركت بصمه في مجال عملكم الحمد لله، وقعدت يعني تستذكرون بانجازاتكم العظيمه على صعيد محافظه صلاح الدين. دكتور اليوم استلمت هذا المنصب المهم عميد كليه التربيه وراح تكون المسؤول الاول والاخير عن الصغير والكبير يا دكتور. من اين ستبدا مشوارك؟ سيما نحن نعيش أيام بداية عام دراسي جديد، من راح تبدي تقول والله في هذه النقطة أنا راح أغير واقع
كلية التربية الرياضية نحو الأفضل ولا طبعا هذا السؤال جوهري ومهم جدا بالنسبة لي، لكن ربما ما أسعفتنا ظروف هذه السنة لأنه صدر أمر خلي الأساس مو مشكلة صدر نشتغل عليه شوية صدر أمر تكليفي بعد أن كملوا الطلاب قدموا واختبروا هذا إذن شو شاكل النية؟ اعتمدت النتائج الموجودة على أرض الواقع، يعني ما راح أتلعب بها وكل واحد يأخذ وفق ما اختباراته. نعم. لكن ما أفكر بتربية البدنية وعلوم الرياضة هي بالدرجة الأساس هي جانب عملي، ولذلك حتى الاختبارات مالنا هسه لو تجي على الاختبارات كل كليات التربية البدنية والعلوم الرياضية في كل العراق، طيب وربما في العالم وخصوصا العالم العربي حتى ما نعمم على العالم. اختبارات هي بدنية مهارية من تكون المفاضلة على أساس الميداني ولا يفترض المفاضلة تكون على أساس الجانب العملي على أقل تقدير بنسبة 70-80%. العملية معكوسة الآن، المفاضلة على المعدل. المعدل يعني الآن يجيني أنا طالب سادس هسه مو اختبرنا كملنا هسه يجيني طالب معدل 60 أدبي أو علمي، أنا مضطر أسوي له اختبارات وفحص طبي وأقبله لأنه ما غطى الخطة مالي. لذلك أنا واحدة من الأشياء المهمة جدا اللي أفكر بها وأتمنى أنه يعني لجنة العمداء تأخذ هذا يعني إذا هو 60 أو 70 وجاي لكليتكم لكن ما عنده المهارة وتنسيق الجسم وغيره وأنا جايك بهذا الكلام يعني أنا هذا مشكلة. يعني هذه المشكلة الأساسية. صح أنا ما أخرج بطل لكن عندنا شعار فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تأدي مهارة مثلا مهارة الدحرجة بكرة القدم؟ كيف تعلمها؟ إحنا عندنا مرحلة أولى نعلمهم المهارات الأساسية. صحيح. بكرة القدم. نعم. لما انا التدريسي ما اخذ ماجستير او دكتوراه في تدريب كره القدم وانا افتقر الى الاساسيات لاداء هذه المهاره، هذه مشكله. كيف ساعلمها الجيل اللي راح يتخرج؟ يعني مثل ما انا اروح اعلم أنا اختصاصي تدريب رياضي اروح اعلم واحد صحيح ارسم مو شغل واني ما اعرف ارسم او اروح انا اشتغل كهرباء وهذا ايش راح يتخرج مو شغلي طالب زين هذا من تخرجوا صح هم دائما يقول احنا ما نخرج ابطال انا معك لكن انا اخرج معلم ما راح أقول مدرب ولا بطل أنا أخرج معلم المعلم لازم يفهم حقيقة أداء الحركات لازم يكون مسلح بكل الأدوات يتقن عمله حتى يقدر ينقل الخبرات ماله. فأنا هذه الإشكالية الأساسية عندي يعني مثلا إحنا يجينا طالب معدل 59 علمي نضطر يجيب كتاب الأولمبية وكتاب الأولمبية صعب الحصول عليه وشروط البي تعجيزية يعني مثلا محافظ صلاح الدين من عندنا يحقق مثلا بالقوس والسهم مركز اول لو واحد لو ماكو صحيح. ولازم مركز اول او ثاني او ثالث على العراق اذا هاي الاليه افهم من كلامك يا دكتور عبد الله راح تلغيها الاسبوع اللي السنه المقبله الموضوع مو خاص بكليتنا الموضوع عام يعني انا الان اتحدث عن كليات التربيه البدنيه وعلوم الرياضه في عموم العراق يفترض هذا الامر يعالج انا كنت طالب سادس علمي طيب. رسبت السنة الأولى أنا ألعب نادي ألعب منتخب المدرسة ومنتخب تربية زين وفضلا عن الالتزامات الأخرى مع الفرق طيب. الشعبية طيب. 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 فأنا كيف أحقق نتيجة أنا نجحت بس السنة الثانية هاي التوصيات ليش ما رفعتوها للجهات المعنية دكتور قلت لهم يا ترى إحنا مفروض نقبلهم على أساس 1-2-3 وليس على أساس في أكثر من لقاء بالقناة العراقية حتى قالوا لي ما يصير أنت تحكي بهالطريقة قلت لا أنا أنقل معاناة بالعكس إحنا نشخص الأمور اللي ربما تكون سلبية أريد نقومها أنا أريد رياضي أريد رياضي طبعا رياضي مواصفات طبعا يعني لازم مواصفات لياقة وجسم لياقة وجسم وزن زايد معايير وشروط وضوابط الطول ديكوره مهم صح. صح. لكن إحنا هي يعني لأنه التربية البدنية وعلوم الرياضة في المحافظات على وجه الخصوص من ما ينقبل كلية يجي علينا يعني صارت تحصيل حاصل يعني تحصيل حاصل أنه مجرد أنه يأخذ بكالوريوس ولذلك هذه مدخلاتنا لا شك ستكون المخرجات بهذا المستوى ولذلك أنا الآن عندنا مثل مجموعة مدرسين في بالمحافظة سيدة على مستوى المحافظة نعم قسم من المدرسين مثلا تلقى معدل ماله 75 جزء 80 بالكلية طبعا لأن مستوى التقييم على بالكلية صح. اتجه باتجاه النظري صح أكثر من هو العملي
مع العلم انه الجزء العملي في كل الكليات طبعا طبعا واحده من الاشكاليات اللي عندي الان انا الجزء النظري مناف يونس عندي مشكله الان يعني مناف مشكله مناف لاعب منتخب وطني واسا الان عندي مشكله علي مناف اكثر من درس هو واقع بين بالدور الثاني الان يعني شلون اعالجه يعني لاعب منتخب وطني ولعب نادي ومميز اذا النظري حاله حال العملي والعملي يعني حال النظري الان النظري هو اكثر اهميه اصبح بالنسبه لنا من العملي وهذا خطا وهذا مو هذا بوتسياس كل دكتور تتصور انه راح يتم العدول على هذا الموضوع خلال السنوات المقبله يعني انا احاول يعني ان شاء الله يعني نجتمع احنا كعماده التربيه بدنا من الرياضه وانا كاتب مقترحات وكاتب مجموعه اشياء يعني اتمنى انه يسندوني بقيه العمداء اللي هم رياضيين اصليين رياضي اصلي يعني كان يمارس لعبه معينه او فعاليه معينه اهل اختصاص ومهاره وبعدين تطور اخذ ماجستير اخذ دكتوراه وصار عميد كليه يفترض اذا هو خرج من هذه الاطار هذا الخانه مالتنا اعتقد هو راح يساندني بقوه وستكون ان شاء الله هناك توصيات لمعالي الوزير والمسؤولين عن هذا العمل جيد. دكتور اهداف ومعطيات ورساله كليتكم بماذا تتمثل؟ شنو الهدف الاسمى اليوم لكليه التربيه الرياضيه؟ من تحدث بمثاليه هي هدفها يعني تربوي. ايش اكو غير المثالية؟ احيانا اتحدث مثاليه هدفها تربوي طيب. مرات اكو غير المثالية زين هدفها تربوي هدفها ترويحي هدفها صحي هدف يعني الرياضه بشكلها العام صح هي صحه نفسيه بدنيه حتى تاثر على قدراتك العقليه يعني مهمه جدا بالنسبه للناس دائما اقول المحافظات احنا عندنا رياضه مظلومه يعني مثلا قبل كم يوم على الابستراكت سيتي طلعت شويه اتمشى وهرول واحد شويه من الكبار يقول لي بعدك بهالطبع هذا يعني هذا سؤالي يعني دكتور انتم حتى يعني من يوصلون لك عمر متقدم ابد ما يعوفون الجانب الرياضي وكانه الرياضه في دمهم دكتور طبعا يعني نشوفهم الحركه واللعب وكذا ويمكن هذا الصحيح احنا نجني ثمارها الان اللياقه والبدنيه يعني انا مواليد 70 اجني ثمارها احيانا اجد اشخاص بعدك شباب دكتور مواليد ما مشمول انت بهذا السؤال مواليد 70 و74 وانادي عم لانه نعم نعم الفرق انا امارس الرياضه باستمرار يعني انا ما ممكن اترك الرياضه لا الرياضه يعني هي علاج دائما اقول الساحه هي مقبره الهموم من اروح على ساحه كره القدم اعتبرها مقبره لهمومي اتخلص من همومي يعني انشط اجهزتي الوظيفيه راحه نفسيه وراحه جسديه وكل شيء فضلا عن سلامه اجهزتك الوظيفيه يعني تتعلق خصوصا نعم نعم خصوصا نعم مرات ناكل ندخن يعني هذه نتخلص من هذه السموم دكتوري نعرف المناهج اللي تدرس في كليتكم المواد اللي تدرس في كلية التربية خلينا نقول الرياضية بشكل عام ربما هناك من يعني لا يعرف عبالهم الشغلة ركض وفقط ميدان بس احنا نعرف اكو ربما مواد يعني طبية لها بالضبط لها علاقة مع كليات الطب التشريح وغيرها طبعا احنا عندنا مجموعة مواد يعني احنا نمارس الدروس العملية زين وفق الألعاب والفعاليات يعني الألعاب الفرقية قدم سله طائره يد سله ونمارسها واضح يعني ندرسها وعندنا الالعاب الفرديه طيب العاب الساحه والميدان والتنس والمنضده والى غير ذلك لكن احنا اكو علوم سانده ومهمه مثل التشريح مثلا الفسلجه التشريح والفسلجه هذا دروس طبيه يعني لازم تعرف الاجهزه الوظيفيه اثر هذا التمرين على اللاعب ردود افعال اجهزتك الوظيفيه على هذا بسبب هذا الجهد اللي تاديه. مثلا عندنا الاحصاء ناخذ احصاء جيد ناخذ قياس وتقويم مجموعه علوم مترابطه اذا تخرج من كليه التربيه الرياضيه ليس فقط متخصص في خلينا نقول في كره معينه او في مجال معين لا. او في الى اطلاع شامل على جميع العلوم العلميه كلها هي اصلا التربيه البدنيه هي وعلوم الرياضه علوم الرياضه العلوم السانده بايوميكانيك فيزياء فالبايوميكانيك هو فيزياء علاقه قوانين نيوتن ونيوتن كلها موجوده عندنا والزوايا والجيب والجو تمام وهذه رياضيات على فيزياء مخلوطه احنا نمارس يعني هذا احنا قلنا علوم رياضه وليس علم رياضه لا علوم الرياضه تشمل تشريح والفسلجه والتدريب هو
دائما يقولون عن اللي يدرسون التدريب هو نصف طبيب. يعني علم التدريب الرياضي هو يرتبط بالجانب الفسيولوجي وبالجانب التشريحي بشكل عالي جدا. كم قسم دكتور موجود اليوم؟ احنا بالحقيقه عندنا فروع، هي فروع تنظيميه اكثر ما هي فروع علميه. يعني احنا نامل في المستقبل طيب انه يكون هناك تخصص في التربيه البدنيه، يعني مثلا بالمرحله الثالثه يفترض يكون هناك تخصص زين. يعني ما يدرس عام، من يروح على التخصص يتجه باتجاه مثلا الالعاب الفرقيه طيب، يروح باتجاه الالعاب الفرديه طيب، بيروح باتجاه دروس العلوم النظرية مع ارتباطها من المرحلة الثالثة يبدأ التخصص. اي يعني مرحلة أولى وثانية ممكن يدرس يكون عام، لكن الثالث يفترض ثالث رابع يروح تخصص، مثلا يروح يدرس ألعاب فرقية مع جانب نظرية تناسب مع ما يريد، يعني يريد تدريب، يريد فسلجة، يريد قياس وتقويم جيد. يعني يفكر بهذه الطريقة، يروح بايوميكانيك، يروح وفرع يدرس علوم يعني فرديه مع علوم نظريه يختار اللي التخصصات اللي يريد. شنو الاقسام والفروع الاقرب اليوم الى دكتور عبد الله الطياوي؟ لو كل الاقسام والفروع قريبه؟ لا كلها قريبه. لو تنحاز الى فرع؟ لا ما انحاز، دائما احنا نؤمن بانه هي الرياضه هي مجتمعه ودائما هو الفريق الواحد، يعني احنا كره القدم دائما، انا ليش احب كره القدم؟ فريق بتعاون بافكار متعدده بأمزجة متعددة، العمل بروح الفريق الواحد، نعمل بروح واحدة من أجل تحقيق هدف واحد، يعني هدفنا مثلا نفوز مرات يعني تخلص من الأنانية، يعني كران ذات عالي، يعني تروح مثلا مرات اروح على الحارس اكف الحارس العبها مناوله لاعب شاب حتى يثق بقدراته جيد يهدف جيد يعني جيد. كنا مرات نمارس هذا الاشياء، من يجينا لاعب شاب نتفق احنا مجموعه، احنا نشوف حركه اللاعب بارض الملعب لربما سهله لكن هي تكون مدروسه يا دكتور من طبعا من كلامك، وكل هذه الحركات تدرس تدريجيا من المرحلة الأولى صعودا إلى المراحل المتقدمة. هناك كثير من المحاور والأسئلة نريد نتعمق بها مع جنابك يا دكتور عبد الله، لكن بعد هذا الفاصل لو سمحت. أحبتي المشاهدين نذهب بفاصل قصير ثم نعود لتكملة محورنا الثاني من هذه الحلقة، خلكم معنا.
منزل أطيافنا أجمعين بذكر تجامعة المبدعين منزل أطيافنا أجمعين نشيد للفكر سورا حصين ونملا بالخير محرمه هنا 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 بين قلوبيات على ورب أصبح الأول هنا غير قلوبيات على ورب أصبح الأول بحلم وعلم وصلنا إلى دور المجد ننشد أسلامه هنا فينا رأى كل فعل مصيرة تنادوا بلف الفراطيس سيرة وفينا رأى كل فعل مصيرة ومنا مشت الأعالي مسيرة وعلمت الفكر أرقامه هنا هنا حياكم الله جديد مشاهدينا الكرام ومحورنا الثاني من هذه الحلقة وما زلنا نتحاور مع الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله محمد الطياوي عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة تكريت. حياك الله من جديد دكتور عبد الله. مرحبا بك. يعني شفنا هذا الفاصل أنه الكلية تعرضت إلى الدمار في فترة من الفترات، حالها حال الكليات الأخرى وحالها حال المؤسسات والدوائر في فترة زمنية معينة تعرضت لها محافظة صلاح الدين إلى إرهاب داعش، لكن بسواعد الأخيار عادت الكلية من جديد وفتحت أبوابها أمام الطلبة والحياة الطبيعية بشكل عام. دكتور، هل هناك نية لتطوير واقع البنى التحتية لكليتكم مثل بناء قاعات أوسع، بناء مسابح، بناء أمور تخدم الجانب الرياضي في كليتكم ومحافظتنا على وجه التحديد؟ تفضل. أكيد الدمار كان عام. نعم. مو خاص. كلية كانت تركام. زين. دكتور وعد كان رئيس الجامعة. تحياتنا إلى نعم. إجا اشتغل بأقصى طاقة بحيث الكلية وإحنا ككادر يعني فريق عمل تدريسيين موظفين هناك الكثير من الموظفين والتدريسيين مخلصين جدا لمؤسستهم. طيب. الكل تشتغل يعني. طيب. الكل عملت بحيث رجعت الكلية يعني بنسبة عالية كما كانت. حاولنا بفترة كان دكتور جاسم عباس عميد الكلية سابقا. تحياتنا إلى أيضا. طبعا عميد كلية لمدة 8 سنوات بعد يعني الهجمة الإرهابية الداعشية على المحافظة. كان هو عميد الكلية
من رجعنا بعد التحرير اشتغلنا بهمة عالية، كنت أنا معاون إداري معه. طيب. فهذه الأشجار اللي تشوفها، الملاعب هذه احنا عندنا صياغتها وصيانتها وزراعتها يعني أسسنا بشكل عالي، لكن احنا الآن من نجي على أرض الواقع. يعني جامعة، جامعة تكريت فيها قاعة رياضية واحدة. وجامعة ليش؟ شنو السبب؟ فيها كلية تربية بدنية وعلوم الرياضة، درس أساسي بها درس السباحة، فسبح ما عندنا. يعني احنا محاضراتنا مساحات وأراضي واسعة داخل جامعة تكريت موجودة. يعني ربما أنا عادة ما أريد أصطدم بأحد، لكن مرات تقتضي ضرورة أقول المحافظة يجب أن ما تهمل الجامعة. يعني وخصوصا مثل كليتنا صح بها مسائل، لكن مبالغ المسائل قليلة. طيب. ما تبني قاعة رياضية، ما تبني مسبح. يعني مسبح كان الأسس ماله موجودة من بعد من تأسست الكلية قبل ما الأساسات ويا الأساسات. نعم. المسبح موجود، المسبح ما كمل لحد الآن. يعني لحد الآن إحنا ما عدنا المسبح مسوينه. يعني أنت مادة خاصة بالسباحة نظري وعملي، وهو المسبح ما موجود. يأخذونهم نظري والعملي، يأخذونهم يوم الامتحان. إحنا قلنا النظري موازي لأهمية العملي، والعملي ايضا اهميه يعني واحده من المشاكل اللي احنا نعاني منها، وحاولنا نجد عده حلول. يعني من زمن دكتور محمد الشاطي استاذنا وكان اول عميد لكليتنا، دعم يعني استثنائي قرض. يعني دكتور محمد الشاطي كان معاون عميد في بغداد، وجانا من بغداد صار عميد على الكليه. نعم. كليتنا. نعم. هو اداري محنك، عنده قدرات عاليه. طيب. حاول يعني حاول مرارا وتكرارا انه وينجز هذا المسبح، لكن ما انجز. قاعة رياضية واحدة. يعني كلية الآن خطة القبول عندنا 400، يصير كلية التربية البدنية عندها قاعة رياضية واحدة، وهذه النشاطات والفعاليات والأمور الصغيرة والكبيرة كلها في قاعة. هو يحتاج يعني يحتاج دعم سيد رئيس الجامعة والسيد المحافظ ومعالي. إذا خلي أسمع رسالتك يا دكتور بهذه الجزئية وكمناشدة إلى الجهات المعنية والجهات المختصة في هذا الملف. لماذا تطالب يا دكتور عبد الله؟ طبعاً إحنا مطالباتنا لأنه وهي مطالبك مو شخصية. لا لا مو شخصية. ربما هي للمصلحة. أنا طالبت في أكثر في أكثر من مناسبة يعني أنا راح أذكرها. صار دكتور أحمد رياض وزير الشباب الرياضي. شباب الرياضي. نعم. زار الجامعة. فقلت طيب. مسبح قاعة يعني على وزارة الشباب الرياضي. قال تدللون بسيطة وتمشي الأمور. صار عدنان درجال وكابتن عدنان درجال. أكيد غني عن التعريف. نعم. حضرنا الاجتماع. طرحنا أنا ودكتور ابتسام. فما أنطانا حكى مع الأندية وكأنه طيب. هو مختص بالأندية. طيب. فقلت أنا قاطعته طمن. قلت أولا أنا دكتور عبد الله الطياوي. في كلية التربية الدينية علوم الرياضة جامعة تكريت، يفترض الأندية مو أكثر أهمية من الكلية. ثم أنا أحبك لأنك عدنان درجال صاحب الهدف التاريخي على كوريا. ماذا كان الرد؟ ما أحبك لأنك وزير. ربما من الوزارة قد تبعدك عنا مسؤولية. أنا أحبك لشخصك. أحبك كشخص. الآن إحنا قاعة رياضية واحدة. نعم. مسبح ما عدنا. والمحافظ كان دكتور عمار الجبر. نعم. فقال تدللون واكتبوا هذا وإحنا متفقين وهذاك يوم وهذا يوم. أيضاً ماكو شيء. أيضاً ماكو شيء. الآن الناشد أهل الدار. يعني ما راح نناشد البعيدين اللي يعتبرها نناشد أهل الدار. ما هي المناشدة؟ الناشد الشيخ إسماعيل هلوب محافظ صلاح الدين. أنه الجامعة جامعة تكريت وجنابك شيخ، والشيخ يفترض يقدم خدمة للمجتمع قدر استطاعته. واحدة من أهم الأشياء اللي تخدم المجتمع هو وجود مسبح للكلية، وجود قاعات رياضية، لأنه إحنا قاعاتنا الرياضية والمنشآت الموجودة الآن. نعم. اللي هي بجهود الجامعة والكلية يعني مو حكراً على الكلية. الناس اللي يجون فرق عامة، الفرق الشعبية يلعبون، الأندية يلعبون، التدريسين يلعبون، يمارسون الرياضة بالمختلف، خدمة مجتمع بأكمله. نعم. فالآن إحنا نطالب من السيد المحافظ الشيخ إسماعيل الهلو أن يسوي زيارة للكلية
ويسمع منه مباشر، لا غير انه تستضيفه في جلسه من الجلسات الخاصه بالكليه، او هو يستضيف على احتياجاته، او هو يستضيفكم، يعني هو اكبر منه وهو داعم. احنا نعرف الشيخ اسماعيل هلوب المحترم محافظ صلاح الدين داعم حقيقه لجميع القطاعات، الشباب والرياضه والزراعه والامور اللي تهم مواطننا الكل. فهذه مناشده ل يعني نتامل، يعني محافظ صلاح الدين المحترم نتامل ونامل ونتمنى على السيد المحافظ ان يعني على اقل تقدير مشروع يذكر للتاريخ، انه هذا المشروع انجز في زمن الشيخ اسماعيل هلوب كمحافظ صلاح الدين، لانه جيد. لا توجد الان هاي القاعات الرياضيه، لا القاعات الرياضيه اللي موجوده عندنا قاعتين، ثلاث قاعات تخصصيه للجمناستيك رجال والجمناستيك الفني للطالبات، طيب، وقاعه اللياقه البدنيه. الان يذكر دكتور علي الحسين رئيس الجامعه، نعم، هذا اساس علي تدريسي او موظف، هذا من الاساسين، من البناهن، من السواهن، هذا منجز يحسب الدكتور علي صالح الحسين رئيس الجامعه العراقيه الان. نتمنى انه مناشدتنا وصلت الى الجهات المعنيه والى سيد محافظ صلاح الدين، ومثل ما قلنا لا ضير انه يزوركم الى مجلس الكليه او جنابكم تزوروا الى مبنى المحافظه وتطرحون جميع هذه الملفات اللي مثل ما قال جناب الكريم هي تهم المصلحه العامه اولا واخرا. دكتور، هل المخرجات توازي حجم المدخلات في كليتكم؟ طبعا دخلوا لي بالكليه لربما 100 او 200، لكن ايش قد اخرج نوعيه من كليه التربيه الرياضيه؟ بنرجع على النوعيه، احنا مستوى تخريج النوعيه نسبي، يعني متفاوت، قسم مؤهلين انه يقود، وقسم بحاجه الى دورات تاهيليه. ايش نسبه المؤهلين؟ يعني المؤهلين بحاجه؟ لا، الان المؤهلين لانه بسبب اليه القبول جيد، المؤهلين هم اقل نسبه من غير المؤهلين. يعني واقع الحال، يعني انا عايش، ترى انا كنت مدرس في ثانويه العلم ابن هذه الكليه، وعايش مع الخريجين. الدورات الاولى كانت كنا مرات نعيب عليهم، واضح، لكن الان احنا يعني نتمنى انه طلابنا يصلون لمستوى اولئك الطلب. الان مشكله، يعني اكو تدني في طبعاً في المستوى العلمي. الجانب الرياضي والجانب العلمي هو يعني هو جانب من جوانب حياه، يعني مصير الطالب بعد التخرج شنو الفرص المتاحه امامي؟ يعني انا مثلا ربما يقول لك والله كليه التربيه الرياضيه يعني اجي وانقبل بها، انا عندي هسه شو اتخرج من، يعني وين اروح وين اتعين وين؟ عندي جمله خريجين تربيه رياضيه، طبعا انا ولدي هسه اثنين خريجين تربيه رياضيه، سليمان ومحمد، الله يخليهم، نعم، سواق مخده بالبيت، اها، يعني نايمين بالبيت، وهم ولد دكتور، وهم هم رياضيين ورياضيين، يعني عندي محمد عبد الله يلعب ناش اشبال وناشئين وشباب وخط اول، ويلعب قدم وطائر واركاض يعني رياضي ممتاز، معدله 75 جيد، وما متعين قاعد بالبيت. وانت سليماني هسه يدرب شباب صلاح الدين، شباب العلم، يعني قال الاستاذ سامان شافني قال لي الوقفه قريبه على عبد الله طيب، قلت له انا ابنه فاتوا على صلاح الدين. يعني خلي يعرف انه المواطن والمستمع سيقولون يعني ولد الدكتور عبد الله طياوي وهو عميد الكليه وكذا، ولا توجد فرص للتعيين، يعني هو نتمنى انه ايضا تحظى هذه الكليه باولويات. يعني احنا دائما نقول يفترض الفرصه تصير اكبر، يعني يعني مراكز الشباب، المستشفيات، يعني خريج التربيه الرياضيه، التربيه البدنيه. نعرف الدول ايضا تنهض بواقع رياضيه. الان التربيه البدنيه والعلوم الرياضيه نادر مثل يطلع له تعيين. وهذا الموضوع يعني لماذا هذا التهميش؟ يعني خطأ، لماذا هذا عدم الاهتمام؟ يعني هو ممكن يفتح، ممكن يكون بالتاهيل. خريج التربيه البدنيه وعلوم الرياضه يروح بالتاهيل. ممكن يكون بالداخليه، ممكن يكون بالدفاع، ممكن يعني يكون صحه وتربيه وتعليم عالي، يعني كل الوزارات دروس محتاج. التشريح والفسلجه وغيرها وغيرها، يفترض هو كل كل مفاصل الوزارات موجود خريج التربيه البدنيه وعلوم الرياضه، نحتاجه بالتربيه، نحتاجه بالتعليم. لا، هي مأخوذة نظرة على كليتكم، تركسوت وطوبه وكره قدم وتنس وطائره وخلاص. يعني هو يحتاج يعيشون ارض الواقع، يجي اللي هو خريج اي كليه اخرى غير التربيه البدنيه وعلوم الرياضه يجي يدرس عندنا شهر ويشوف المواد ونطيح استحقاقه، اذا انطانا استحقاقه اعتقد جازما انه ما راح ينجح بالمواد. شلون نقدر نعزز دكتور يعني من دور التعليم العالي في التنميه البشريه وسوق العمل على وجه التحديد؟ يعني من يكون حتى ينجح سوق العمل مالنا احنا يكون هناك سوق حقيقي. يعني الان انا اخرج مثلا 120 طالب زين. يتخرجون 120 طالب اللي عندهم مواصلات قريبين على المسؤولين راح يتعين،
وبعد ما يتعين يطلب انه يقعد بالبيت، لانه هو راتب ما يصرف له مثلا ينطونه 600,000 700,000 يقول لك انا ما اروح على 700. نعم نعم. ياخذ درجه وظيفيه. نعم. يتعين ياخذ راتب يقعد بالبيت ما يقبل يداوم لانه مسؤول او قريب. راح تاثر عليك الواسطات والمحسوبيه والمنسوبيه خلال الفتره المقبله فيما يخص القبول في الواقع الرياضي على مستوى الكليه وغيرها يا دكتور. والله انا عندي خاطر وعندي عرف يا دكتور عبد الله، ربما اقدر اثر علي في مفصل من مفاصل العمل. انا يعني حكون صريح جدا بهذا الباب. ماكو احلى من الصراحه يا دكتور. ماكو شخص ما يتاثر بالواسطات. لكن انا الواسطه مالي نسبيه. والدليل يعني هم يدرون بالكليه. نعم. انا ابن اختي انا كنت معاون اداري دكتور. طيب. جاسم العميد. طيب. 4 سنوات متتاليه. يقدم على الكليه على الدراسه المسائيه وما ينقبل. وانا سبب عدم قبوله. قدم المره الخامسه وقلت للدكتور جاسم انت تقبلوني ما اقبله لانه مو رياضي انا ما اتحمل مسؤوليته. يعني سالوا دكتور جاسم حتى ياكد لكم هذا الكلام. ما يعتبرها دعايه هذه الدكتور راعي؟ لا مو دعايه. انا الرياضي اقاتل انه يعني اسا رياضي معدله 50 اقاتل انه من اجل ان ينقبل. لان انا اقول هذا فعلا يخدمني ضمن ضمن اختصاصي. انا يجيني معدل سمعت كليه يجيني 80 معدل 80 علمي مثلا يجيني. صح هو ممكن يكون بالفسجه والتشريح احسن، لكن انا بالجانب العملي وانا محتاج جانب عملي. ودائما الرياضي هو يصير اقرب للناس. يعني انا محتاج شخص يقدر ياثر في مجموعه شباب ويجيبهم الطريق صح. ابعدوا عن النرجيله، ابعدوا عن التدخين، ابعدوا عن السهر، ابعدوا ممكن اني اثر بشكل عالي في النواحي الايجابيه. نعم. من من استقطبه من واقع. نعم. يمكن يتعبه ويتعبنا معه الى واقع حصيله والى واقع ممكن ان يكون هذا تخدم. الواقع هو واقع صحي اخلاقي قيمي باعتبارات، لانه الرياضي يجب ان يكون مؤثر بالمجتمع. يعني اذا الرياضي ما أثر بالمجتمع وما أثر خصوصا بالناس اللي يتعامل معهم كمدرب أو كمعلم أو كمدرس أو كتدريسي بالكلية، معناته هو يفقد الكثير فاقد الكثير من خصائصه. المرة راح تنحاز والمرة راح تنقي الأهمية يا دكتور للتدريسي لو للطالب من ناحية الاهتمام والرعاية التدريسي له قدسية خاصة. يعني عناء سنين وتعب سنين والآن هو أب ومربي وقبل ما يكون واضح يعني موظف. وهذا الطالب هو ابننا، هذا نشأنا، هذا مستقبل بلدنا مستقبله. دائما نقول الشباب هم عماد المستقبل. فالشاب ياخذ استحقاقه، الطالب ياخذ استحقاقه. ودائما اقول اني اللي عنده استحقاق من عين ياخذه. جي. تدريسي. موظف طالب. لكن اكو اولويات، اكو شروط، اكو ضوابط، اكو معايير. ننظم عملنا هو قانون. هذا القانون يسمح لك. صح مرات احنا نسوي شويه مرونه بالقانون لا ضير من اجل الخدمه، من اجل قدم مو خدمه شخصيه، من اجل خدمه المؤسسه وخدمه الناس. فالطالب ياخذ استحقاقه، لكن التدريسي له قدسيه بالنسبه لي اكثر من دكتور. لو كنت في منصب في منصب اعلى ولديك كافة الصلاحيات ما هي السبل أو كيف ستعمل على النهوض بواقع الرياضة في البلد بشكل عام؟ وهل أنت راضي على الواقع الرياضي في وقتنا الحالي مقارنة مع الفترات السابقة؟ سؤال قد يثير حفيظة البعض. صراحة حلوة لكن راح أجاوبه بصراحة. نتكلم بعلمية. راح أجاوبه بصراحة. نعم. إذا مديرات الشباب الرياضي في المحافظات بشكل عام ومنتديات الشباب والأندية والنشاطات الرياضية بالنسبة للتربية والنشاطات الجامعية، النشاطات الطلابية بالجامعات، ممكن أن يجون بها أشخاص مهنيين من واقع رياضي حقيقي يقود المؤسسة الرياضية هذه اللي ذكرتهن، يعني اهل اختصاص، اهل الاختصاص، مكه اهل مكه، يعني ما ممكن يكون مثلا رئيس نادي هو خريج احياء علوم حياه مثلا او كيمياء. لا بس لا بس ابو الاختصاص هذه سبيه خصوصيات. نعم. لكن انا عندي خريجين مجموعه كليات بالتربيه البدنيه والعمريه، تخرج هم لاعبين انديه
لاعبين انديه ولاعبين منتخبات. زين. وهو اختصاصه بدني علوم الرياضه، وياخذ ماجستير وياخذ دكتوراه بهذا التخصص، وهو بعيد كل البعد عن اداره عن التدريب وعن الاداره. كيف يرتقي؟ يعني نفتخر لاهل الاختصاص في اماكنهم المعينه. انا اؤمن بالخصوصيه، تخصص اؤمن به جدا. الان استاذ احمد اختصاصه اعلام، استاذ محمد اختصاصه اعلام. نعم صح. صحوته رياضيه، لكن الاعلام الرياضي هو جزء من اللي يفترض، يعني هذه واحده من الفقرات المهمه. يعني انا اقول لك يفترض يفترض اكو درس اعلام. يعني الاعلام الرياضي احنا محتاجينه. ليش انت دائما على كليه الاعلام مثلا؟ او يفترض اكو جزء من الاعلام الرياضي. الاستاذ محمد الخطاب كل التحيه له، هو يعني خريج كليه التربيه الرياضيه ومن المؤسسه الرياضيه متعدد المواهب. متعدد المواهب. تحياتنا لزميلنا المخرج. دكتور، يعني اريد ايضا نعرف ما هي خططكم ومشاريعكم المستقبليه على صعيد الكليه خلال الفتره المقبله؟ شنو اللي جاي؟ شنو اللي عندكم؟ شنو اللي بالكم يا والله؟ ربما قد لا نستطيع انجازه بدون مساعده المسؤولين، يعني اقصد المسؤولين يعني المحافظه، رئاسه الجامعه. طيب. الوزاره. يعني احنا محتاجين بنى تحتيه، يعني بنى تحتيه قليله، يعني احنا حتى قاعات دراسيه محتاجين، قاعات دراسيه، قاعات دراسيه مالنا قليله جدا. واضح. محتاجين قلنا مسابح وغيرها، محتاجين ملعب. يعني الان احنا عندنا بس ملعب الجامعه، طبعا هذا ملعب الجامعه مو ملعب الكليه. صح. ملعب عائد للجامعه. صح. هذا ملعب الجامعه بربع مدرج، خلاص يفترض عندنا ملعب. يعني احنا نطلع خارج العراق، يعني حقيقه بامكانيات الماديه الموجوده العاليه بهذا البلد وامكانيات معسكرات تدريب او غيرها. تقصد معسكرات تدريب؟ لا مرات تطلع مؤتمرات او هذا، فنروح على جامعات. مثلا رحنا على جامعه المنصوره بال 2004 2005. نعم. رحنا على جامعة المنصورة. طيب. جامعة المنصورة دولة قائمة بذاتها. مسابح مغطاة ومسابح مكشوفة. كل شيء متوفر. قاعات رياضية مختلفة. ملعب يشيل أكثر من 30,000 متفرج. جامعة. هذا الطالب حتى لو ما كان بنيته أنه يدخل لهذه الكلية، من يشوف كل هذه الأمور متهيئة أمامه. من أجي من ينجبر أو يتجه إلى. من يجي علي على الكليتي يجي يروح يشوف الملعب مال تارتان سياج وسيم بيجم اخبط على دكتور انت خالد بارك. المسؤوليه مو سهله. لا طبيعي. خلال الفتره الجايه والتركه ثقيله طبعا، وتحتاج الى رعايه ومجهود مضاعف من اجل النهوض بواقع الكليه نحو الافضل. طبعا دكتور اريد نعرف او نسمع من جنابك كلمه اخيره تحب تختم بها هذا اللقاء، سواء إلى الطلبة، إلى الكادر التدريسي، إلى الموظفين، إلى من هم بمعيتك ومسؤوليتك يا دكتور عبد الله. أكيد التدريسين والموظفين والطلبة هم مسؤولية مباشرة، مسؤوليتي الآن. واضح. في الكلية. نعم. وأنا قريب جدا على ثلاث أصناف. يعني التدريسي والموظف والطالب. والطالب. نعم. والباب مفتوح، وحقوقهم وما يستحقون. هذه اهم فقره بين قوسين، يكون الباب مفتوح. الباب مفتوح وباشر عقبه. هذا الكلام راح يكون شاهد عليك. لا شاهد. انا اؤمن بما اقول. يعني عفوا مفتوح امام الجميع، اللي عنده مناشده واللي عنده مشكله واللي دائما عنده. اقول ان قولي مطابق لفعالي. انا بابي مفتوح. سنت. مفتوح يعني. سنت. ودائما اقول انا يفترض الاقرب الان مسؤول امام الله اولا، ومن ثم امام الناس. فضل على القانون، القانون مخلينه على صفحه الان، لكن انا مسؤوليتي امام الله هي اكبر. كل العيون عليك اليوم يا دكتور. الان مسؤوليتي هي الاكبر. صح. امام الله اولا، ومن ثم الناس، ومن ثم القانون، مع انه القانون هو اللي ينظم علاقتنا. لكن انا اذا رب العالمين رضى عنك هو راح يرضى الناس عنك، واذا رضى عنك الناس اكيد القانون هو يتطابق مع اراء الناس. فان شاء الله رب العالمين ييسر لنا. والاشياء اللي ما اقدر احققها راح اقول انا هذا العمل ما اقدر احققه. هذا ممكن يصير، هذا ممكن ما يصير. اتعامل مصداقيه عاليه مع الناس. قد تاخذنا بعض الاشياء مرات نجامل بها، لكن على حساب اي شخص مهما كان ما ممكن اجامل. وانا اليوم وغدا وبعد غد انا عبد الله الطياوي
لا ما اعتبر انه انا يعني اكبر بهذا المكان ابدا. يفترض انا من طبيت عليك يعني للتوضيح، شفتك قاعد بنفس مكانك يا دكتور وقاعد اتوقع على البريد وانت بهذا المكان، وقلت لي استاذ احمد انا ما احب اقعد في المكان الرسمي، احس بهذا الكرسي انا اقرب الى فنتمنى انه نجدك دائما قريب الى ان شاء الله المواطن ان شاء الله ان شاء الله قريب قريب عليكم كل الرياضيين وكل الناس وكل يعني الرياضيين في مختلف عموم البلد، هي كليه عامه للكل، احنا عندنا من كل المحافظات يعني ما عندنا جامعتنا ما شاء الله العراق مصدر جامعة كل العراقيين. نعم وهذا الموضوع طبعا متفق عليه احنا والسيد رئيس الجامعه ومساعدين يعني انه احنا نعمل من اجل الجميع. نتمنى لك الموفقيه والنجاح يا دكتور عبد الله، بارك الله فيك، خلال الفتره المقبله الله يحفظك، ويعني يتجدد اللقاء مع جنابك خلال الايام اللي جايه، ونسوي في الجولة ميدانية حتى نطلع على واقع الكلية بشكل عام، وأيضا نوصل الصورة الأشمل والأوسع لمشاهدنا مواطنا الكريم على حجم الجهود اللي قاعد تبذل في هذه الكلية. الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله محمد الطياوي عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة تكريت، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم وشكرا لجنابك الكريم. بارك الله بك أستاذ، شكرا لقناتكم، شكرا لأستاذ أحمد، حوار ممتع، بارك تحياتك. الله بك، شكرا للاستاذ محمد وشكرا لكل الفريق العمل معكم. تحياتنا لكم وشكرا موصول لكم ايضا مشاهدي الكرام على طيب المتابعه، كما يمكنكم مشاهده هذه الحلقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب الخاص بقناه صلاح الدين الفضائيه، وكذلك الاستماع الى هذه الحلقه عبر اثير اذاعه صلاح الدين عبر الموجه 91.2. كمسك الختام تقبلوا تحياتي في الاعداد والتقديم الدكتور احمد صلاح الدين، وتحيات زميلي المخرج محمد الخطاب، التقيكم على حب الله والوطن. إلى اللقاء، شكرا يا دكتور، شكرا عزيزي، شكرا عزيزي، الله يبارك فيك.